هلا عازم الشباب اليوم على شي مطعم، زي ما ابو حلاوة الشباب تطلع مونسة. يلا هلا، كيفك؟ شو الاخبار؟ شو عم تعمل؟ والله الحمد لله قاعدين. شو عندك اليوم؟ والله اليوم ده قال لي المعلم وقال لي انه في عندك شغل. عندي شغل بدي اروح الشغل. ايه والله كنت عازمك انت الشباب عليك اليوم. يلا عادي، خليه انت لغى النهار وانا والشباب بنروح اليوم. اي والله، بس يلا تطلع معنا مرة جاي. يلا بدك شي؟ سلام. سلام. الو ابراهيم، هي شو؟ بس بدي اقول لك انه الله دق لي المعلم. اذا مش شو هالشغل عن جد مش منيحة. شو بقول لي هذا؟ بده يقول لي شوي، بقول لي في عندك شغل شوي تاني، بيجي بقول لي ما عندي شغل. الله دق لي من شوي قال لي انه ما عندي شغل. بقى خلص مو عايزنا انت اليوم، حكيت لي خلص ملتقى نفس الموعد محل ما كل مرة بنلتقى، صح؟ اوكي يلا ملتقى هنيك. انا هلا طالع، لا تبعت لي يعني ما رح يوصل. يلا سلام. روح على العزيمة. بعت لي ممكن سلام. الو ابراهيم، هي شو؟ بس بدي اقول لك انه الله دق لي المعلم. يا زلمه شو هالشغل عن جد مش منيحه. شو بقول لي هذا؟ بده يقول لي شوي، بقول لي في عندك شغل شوي تاني، بيجي بقول لي ما عندي شغل. هلا الله دق لي من شوي قال لي انه ما عندي شغل. بقى خلص مو عايزنا انت اليوم، حكيت لي خلص نلتقى نفس الموعد محل ما كل مره بنلتقى، صح؟ اوكي يلا بلتقى هنيك. انا هلا طالع، لا تبعت لي يعني ما رح يوصلني. يلا سلام. ايه علي، لك كنسلناها. الو محمد، لك كنسلناها. شو هذا؟ ايه راحت عليه. ايه ما وصلته، كنا هلا طلع من البيت اكلها. شو يلا وين الشباب؟ اخرنا. ما اجت لك رسالة؟ شو رسالة؟ قلت لك انه ما لن يعني اهلي ما اعطونا مصاري. او يعني؟ كنسلناها. ما انا ركعت لا تبعت لي شيء، ما ركعت من البيت، ليه ما حكيت من اول؟ الله يسأل. هلا اهلي عم يستنوني فوق بدهم ايانا. لو بدك شيء؟ بدينك؟ يا والله. يا سلام. شو هاي يا زلمة؟ شو هذي حبيبي؟ شو هذي؟